بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الوالد رحمه الله تعالى: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينتبهون إلى أن تصل من ضرر وتعطي من حرم وتعفو عن من ظلم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصادق الشجاع أولو المناقب المذكورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ختم الشيخ رحمه الله هذه العقيدة ببيان صفات أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم من سائر الفرق. فإن المنتسبين إلى الأمة كثيرون، ينتسبون إلى اسم الإسلام كثيرون، ولكن سيحدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الافتراق وظهور الفتن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لأهل السنة والجماعة علامات يعرفون بها من بين هذه الفرق، حتى لا يشتبه الأمر ويختلط على الناس، فلا يدرون من هو المحق من المبطل من هذه الفرق. كانت الأمة في صدر الإسلام أمة واحدة قبل أن يدب الخلاف. القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة كلها كانت أمة واحدة متميزة، ليس بينها فوارق ولا انقسامات، وإنما هم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون. وإذا حدث في وقتهم شيء من المخالفات فإنهم ينكرونه ويختفي صاحبه ويكون مغمورا، والغلبة لأهل الحق. لكن بعد القرون المفضلة حدث في الأمة ما حدث من الاختلاف والتفرق، واستطال أهل الشر في بعض الجهات، صار لهم شوكة، صار لهم صولة. ولكن والحمد لله الحق باق وثابت، وأهل الحق
ثابتون وصابرون، ولا يتأثر الإسلام بما حدث. فالإسلام في الحقيقة ليس عليه خوف لأن الله حافظه، وإنما الخوف على الإنسان أن ينحرف ويضل مع هذه الفرق. فلهذا اهتم الأئمة بهذا الأمر وجلوه وأوضحوه غاية الإيضاح حتى لا يلتبس الأمر ولا يختلط، وألفوا في ذلك مؤلفات شهورة من هذه العقيدة التي بين أيدينا. الحمد لله على وضوح الحق وبيان الطريق لمن يريد النجاة. قال: من صفاتهم أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. أهل السنة والجماعة يدعون غيرهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن اتصفوا هم بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، صاروا يدعون الناس إلى ذلك. وهذه من سمات أهل السنة والجماعة ومن علاماتهم الفارقة، أنهم دائما يدعون الناس إلى الخير، لا يدعونهم إلى مذهب أو إلى طائفة أو إلى منهج أو إلى رئيس، وإنما يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ميزتهم وعلامتهم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يدعون إلى مكارم الأخلاق. الأخلاق جمع خلق، وهو السجية والطبيعة، وهو الصورة الباطنة للإنسان. الصورة الباطنة للإنسان هذا يسمى بالخلق، تسمى بالخلق. فإن كانت صورة حسنة صار خلقا حسنا، وإن صارت صورة سيئة صار خلقا قبيحا. فالخلق هو صورة الإنسان الباطنة. فالإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الجسم وتراكيب الجسم ملامحه، وهذه تسمى خلقا بالخاء المفتوحة. وأما صورته الباطنة فهذه تسمى خلقا. والناس على أربعة أقسام: منهم من حسن خلقه وخلقه، يعني حسنت صورته الظاهرة والباطنة، فهذا أكمل الناس. ومنهم من قبحت صورته الظاهرة والباطنة، وهذا يكون أحط الناس وأرذل الناس، من قبحت صورته الظاهرة والباطنة. ومنهم من حسنت صورته الظاهرة دون الباطنة، فصورته وخلقه حسن لكن خلقه سيء والعياذ بالله، وهذا مثل الذي قبله، أقبح الناس. قد وصف الله المنافقين بأن لهم صورا جميلة في الظاهر لكن بواطنهم خبيثة وأخلاقهم فاسدة. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. هذه صفتهم، هذا من حسنت صورته الظاهرة وقبحت صورته الباطنة. والرابع من قبحت صورته الظاهرة ولكن حسنت صورته الباطنة، وهذا لا يضره. إذا حسنت صورته الباطنة وحسنت أخلاقه لا يضره الدمامة وسوء المنظر، سواء كان قصيرا أو طويلا أو أسود أو أبيض، وسواء كان نحيلا أو بدينا، ما دام أن صورته
الباطنة مستقيمة فلا يضره العبرة بجمال الباطن، العبرة بجمال الباطن، لكن إذا اجتمع معه جمال الظاهر فخير إلى خير، وإلا فإنه لا يضره دمامة الباطن أو سوء منظر الباطن، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه أقسام الناس من حيث الظاهر والباطن، أو تقول من حيث الخلق والخلق. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يتصف بالعمل بالقرآن، فما أمره الله به فعله وما نهاه عنه تركه، فهو يسير عليه الصلاة والسلام على نهج القرآن. فمن أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأمل القرآن، فهو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والذي يدعو إلى الله يحتاج إلى حسن الخلق، الذي يدعو إلى الله خصوصا يحتاج إلى حسن الخلق، لأنه يدعو الناس بأخلاقه أكثر مما يدعوهم بقوله، فهم ينظرون إلى أخلاقه وعمله أكثر مما ينظرون إلى قوله. فقد يكون الإنسان فصيحا يجيد الكلام ولكنه في العمل ليس بذاك، فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى حسن الخلق. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أو معاذ أوصاه فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رسم له صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسير عليه في هذه الكلمات اليسيرة، كيف يتعامل مع الله جل وعلا، بأن يتقي الله حيثما كان، وإذا صدرت منه خطيئة فليبادر بالتوبة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا التعامل مع الله جل وعلا. ثم أرشده كيف يتعامل مع الخلق فقال: وخالق الناس بخلق حسن، وسع لهم صدرك وحسن لهم قولك وطيب خواطرهم ورغبهم في الخير ودلهم عليه وأعنهم عليه، هكذا يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. يدعون الناس أهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، يدعون إلى كل عمل صالح وإلى كل بر وإحسان، يدعون الناس إلى الأعمال الصالحة، ومعنى ذلك وبضمن ذلك أنهم ينهون الناس عن الأعمال السيئة والأفعال القبيحة، وهذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هو الأمر بكل خير وطاعة، والنهي عن المنكر هو النهي عن كل شر ومعصية. فهذه من صفات أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال بخلاف غيرهم، فإنهم يدعون إلى ضد ذلك. فهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. وقد قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وهو ما عفى من أخلاق الناس وأعمالهم، خذ العفو يعني ما زاد عن حاجتهم من الأموال لصرفه في مصالح المسلمين،
ولا تكلفهم ما لا يطيقون، بل خذ ما طابت به أنفسهم وزاد عن حاجتهم، وأمر بالعرف والمعروف، الأمر بالمعروف في ضمن ذلك النهي عن المنكر، وأعرض عن الجاهلين. إذا حصل من جاهل سوء كلام أو مقابلة مع الداعية إلى الله فإنه يعرض عنه ولا يعيره اهتماما ولا يلتفت إليه أو يجيب بمثل قوله، بل يعرض عنه. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذه صفات أهل السنة والجماعة. نعم. فيدعون إلى مكان الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني يؤمنون به، يؤمنون بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويدينون به ويمتثلونه فيحسنون أخلاقه. أكمل المؤمنين إيمانا دل على أن الإيمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض وبعضه أكمل من بعض، وأن هناك إيمان كامل وإيمان ناقص. أكمل المؤمنين إيمانا، ودل على أن الخلق من الإيمان، أحسنهم خلقا. فالناس يتفاضلون بأخلاقهم لا بأموالهم أو بجاههم، وإنما يتفاضلون بأخلاقهم، وكل ما حسن الخلق كمل الإيمان، وكل ما ساء الخلق نقص الإيمان. فهذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت، وأن الخلق من الإيمان يكمله. نعم. ويلجئون إلى أن تصل من قطعه وتعطي من حرمه وتعفو عن من ظلمه. يندبون يعني يطلبون، الندب معناه الطلب، يطلبون من الناس هذه الخصال إلى أن تعطي من حرمك. نعم. أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ثلاث صفات: أن تعطي من حرمك، هذه واحدة، فأنت تبذل العطاء والنفع لإخوانك وإن كانوا هم لا يعطونك شيئا، فليس المسألة مسألة تبادل، المسألة مسألة إحسان، فتعطي من لم يعطي. أما إذا كنت لا تعطي إلا من أعطاك فهذه مكافأة ومبادلة ليس لك فيها فضل، هو أعطاك فأنت تعطيه في مقابل، هذا بيع وشراء ليس لك فيه فضل، إنما الفضل في من يعطي من حرمه، أن تعطي من حرمه. نعم. وأن تصل من قطعك، هذا في صلة الأرحام فيما بينهم، صلة الأرحام من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، يجب العمل بها. والأرحام جمع رحم، وهو كل من تجمعك به قرابة نسبية من قبل الأب أو من قبل الأم، كالإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فهؤلاء قرابتك، واجب عليك أن تصلهم لأن لهم حقا عليك. وآت ذا القربى حقه، حق الصلة، والصلة تكون بحسب الاستطاعة، بالكلام، بالسلام، بذل النفع، سد الحاجة إذا احتاجوا، بالهدية التي تطيب خواطرهم، هذا واجب عليك. وإن لم يقوموا هم بذلك أنت واجب عليك صلتهم، وهم واجب عليهم صلتهم، فأنت تقوم بالذي عليك ولا تنظر إلى الذي عليهم، إن قاموا به فالحمد لله، وإلا وقد نفعوا أنفسهم، وإن لم يقوموا به فأنت تقوم بما أوجب الله عليك. أما الذي لا يصل من أقاربه إلا من يواصله فهذه ليست صلة، هذه مكافأة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي،
وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. وصلة الأرحام واجب عظيم، وقد توعد الله قطيعة على قطيعة الأرحام باللعنة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا من الذي من الذي أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب. الله أمر بصلة الأرحام، فمن قطعها فهو ممن قطع ما أمر الله به أن يوصل، وأن تصل من قطع، وأن تعفو عمن ظلم. هذه الخصلة الثالثة، أن تعفو عمن ظلمك. الظلم محرم، والظلم معناه التعدي على الناس أو في أعراضهم أو في أبدانهم. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم. والمراد به هنا التعدي على الناس بغير حق، في أبدانهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، التعدي عليهم ظلم. الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد توعد الله الظلمة يا شد الوعيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وسيقتص الله جل وعلا للمظلومين من الظالمين يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالظالم وإن سلم في الدنيا إلا أنه لا بد من استيفاء المظالم منه يوم القيامة. والقصاص في الدنيا في المظالم مشروع، يجوز لك أنك تقتص من الظالم إذا قدرت، ولم يترتب على الاقتصاص مفسدة أكبر. يجوز لك أنك تقتص في النفس، تقتص في المال، تقتص في العرض ممن ظلمه، هذا قصاص، عدالة. وجزاء سيئات سيئات مثلها، هذا قصاص. وسمي القصاص سيئة لأنه من باب المماثلة والمشاكلة، وإلا فهو عدل وليس سيئة، هو عدل، ولكن هذا من باب المشاكلة والمماثلة في الصورة ومن باب المقابلة. فالقصاص جائز في المظالم، وكون الظالم يقتص منه في الدنيا أحسن له من أن يقتص منه يوم القيامة. لكن مع جواز القصاص فالعفو أحسن. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين، إلى قوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى في وصف المحسنين: والعافين عن الناس. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالعفو عن السوء وعن الظلم هذا مطلوب لما ينشأ عنه من الخير وزوال العداوة والحزازات بين الناس. وسيصبح هذا الظالم إذا عفوت عنه سيصبح خجولا منك، يستحي منك ويتقرب ويتودد إليك. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصبح من عدو إلى ولي بسبب العفو والإحسان. وهذا من سمات أهل السنة والجماعة، وأنهم يعملون بذلك في أنفسهم ويندبون إليه، أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. نعم. ويأمرون ببر الوالدين، نعم، وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق للمملوك.
هذا مأخوذ من آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ذكر الله في هذه الآية الكريمة عشرة حقوق، أولها حقه سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله الذي خلق الخلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعده حق الوالدين: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لأن أعظم محسن عليك بعد الله هم الوالدان. أعظم محسن عليك من الخلق بعد الله جل وعلا وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم هما الوالدان، اللذان ربياك وصبر عليك وتحمل المشقة في تربيتك، والدتك حملتك في بطنها وأرضعتك من ثديها وأشفقت عليك وحنت عليك وقدمتك على نفسها، ووالدك يكد ويكدح للإنفاق عليك وإغنائك عن الحاجة ويحميك من الأذى ويدافع عنك. فالواجب عليك إذا قدرت أن ترد هذا الجميل وأن تحسن إليهما، إذا لا سيما إذا احتاج إليك في الكبر. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. هذا حق الوالدين على الولد، الإحسان بالقول وبالفعل وعدم الإساءة إليه حتى ولا التأفف، وهو الكلام الذي فيه تضجر أو يرفع صوته عليهما، لأن مقابل الإحسان إلى الوالدين العقوق، والعقوق من كبائر الذنوب والعياذ بالله، من كبائر الذنوب. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الشباب اليوم، يزعم أنه يطلب العلم وأنه يدعو إلى الله ولكن لا يلتفت إلى والديه ولا يعيرهما اهتماما، بل ربما ينظر إليهما نظرة استحقاق ويقول: هؤلاء جهال، هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء، ويتكبر على والديه. هذا من العقوق وهو من كبائر الذنوب. الواجب عليك أن تتواضع لوالديك وأن تطيعهما في غير معصية الله. حتى الوالد الكافر له حق، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إلى والدك الكافر بالمعروف. أما المحبة فلا، لا تحب لكن تبر به وتحسن إليه، ولا سيما إذا احتاج إليك ولو هو كافر، كيف بالمسلم؟ ولا تمضي في أمر أو تسافر إلا بعد إذنه لك. بعض الشباب يقول: والدي ما يفهم، والدي ما عنده، ما يفهمون، أنا بروح أدعو إلى الله، بروح أطلب العلم، بروح الجاهد. لا يا أخي، لازم تستأذن والديك، حق والديك واجب. لا، فإذا رضي وأذن الحمد لله، وإن لم يرضي فلا تسافر وهما أبروح أخذ عمره، أبروح برحلة مع أخواني، مع زملائي. والده يقول لا، وهو يقول بلى، أو ما يشاوره أصلا، ولا حتى بعضهم والده ما يدري وين هو رايح. هذه غلظة قطيعة بين الولد والوالد. هذا الحق الثاني. الحق الثالث بذي القربى. حتى قبل أن نغادر حق الوالدين، يظن بعض الناس أن حق الوالدين بس في حال الحياة، أما إذا مات ليس لهما حق. لا، حق الوالدين باقي حتى بعد الموت. البر بهما باق، بالدعاء لهما والصدقة عنهما والاستغفار لهما والحج والعمرة عنهما وسداد الديون إذا كان عليهما ديون تسدد عنهما، إذا كان لهما أصحاب تبر بأصحابهما،
كل هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين بعد وفاتهما، أن تصلي لهما مع صلاتك، بمعنى أنك تدعو لهما إذا دعوت لنفسك، هذا معنى الصلاة، وأن تحسن إلى صديقهما الذي كان يحبانه في حال الحياة، لأن هذا إحسان إلى الوالدين، وأن تصل الرحم التي من قبلهما، هذا من بر الوالدين. إذا وصلت بإخوتك وأخواتك وأخوالك وخالاتك وأعمامك وعماتك فهذا من بر الوالدين، تصل الرحم المتعلقة بهما، إذا كان عليهما ديون تسددها وتبرئ ذمتهما، هذا من حقوق الوالدين المتبقية عليك. والحق الثالث وبذي القربى، بعد حق الوالدين يأتي حق القرابة، وقد عرفنا القرابة من هم، هم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من تربطك به قرابة نسبية من جهة والديك فإنهم ذو القربى، لهم حق عليك بالصلة، صلة الأرحام. الرابع حق اليتامى، وهم الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ، هم بحاجة إلى من يحسن إليهما وأن يراعيهما وأن يرق لهما، الأيتام، لأنهما فقد آباءهم، فقدوا آباءهم، فأنت تجبر هذا الكسر فتحسن لليتيم بالقول وبالعمل، له حق عليك، حق واجب، هو تبرع، حق واجب إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فالإحسان إليه مستحب، لكن إذا احتاج فإن حقه واجب على إخوانه المسلمين. الخامس المساكين، وهم الفقراء من المسلمين، لهم حق الصدقة وإعانتهم على حوائجهم من الزكاة أو من غيرها، الزكاة أمر واجب ومستحب. والجار ذي القربى والجار الجنوب، حق الجار وهو من يسكن إلى جوارك بيته، بجوار بيتك أو بيته قريب من بيتك ولو لم يكن ملاصقا، أهل السوق وأهل الحارة كلهم جيران، لكن كل ما قرب فهو أولى، وإلا فأهل الحارة كلهم جيران، يحسن بعضهم إلى بعض، يكف الأذى عن الجيران ويبذل المعروف للجيران ويتلطف مع الجيران، وإذا رأى على أحد منهم نقصا في دينه ينصحه سرا ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وهذا من الإحسان إلى الجيران. الجار له حق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من عظم حق الجار. والجار ذي القربى والجار الجنوب، جار الجنوب قيل هو الزوجة وقيل هو الرفيق في السفر والصاحب بالجنب كذلك، والجار الجنوب وما ملكت أيمانك، مراد به الأرقة الذين تملكهم من بني آدم، تحسن إليهم ولا تتجبر أو تكلفهم ما لا يطيقون أو تغلظ عليهم، لأنهم مماليك تحت يدك ضعفاء، فأحسن إليهم، يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يشق عليه في العمل، أن يحسن إليه. وحتى البهائم، المماليك من البهائم، إذا كان عندك بهائم تملكها يجب عليك أن تحسن إليها، لأن توفر لها ما تحتاج إليه من الماء والعلف، وأن تهيئ المكان المناسب لها لإيوائها في الليل، وأن تعالجها إذا احتاجت إلى علاج، هذا من الإحسان حتى إلى البهائم داخلة فيما ملكت أيمانك. فهذه آية الحقوق العشرة، أهل السنة والجماعة يعملون بهذه الآية ويطبقونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا من صفات أهل السنة والجماعة. نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي نفدت
نفقته أو ضاعت أو سرقت وهو في أثناء الطريق ليس معه ما يبلغه إلى البلد الذي يريده ولا ما يرده إلى بلده، هذا له حق في الزكاة، حتى له حق حتى في الزكاة وإن كان غنيا في بلده، ربما يكون في بلده غنيا لكن هو الآن أصبح محتاجا فله حق في الزكاة، فكيف بغيرها؟ يدفع إليه ما يمكنه من سفره ورجوعه إلى بلده، هذا هو ابن السبيل. كذلك من حق ابن السبيل الضيافة إذا كان مر في بلد ليس فيها مطاعم وليس فيها أمكنة يلجأ إليها، فله حق الضيافة على من مر به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حق الضيف واجب، حتى لو أنه امتنع من ضيافته له الحق في أن يطالب بها وأن يأخذها ولو قهرا، هذا حق له. كان في مدينة أو في بلد فيه مطاعم وفيه ما يسد حاجته فهذا لا تجب ضيافته، إلا إذا كان ابن سبيل يعني ليس معه مال يشتري به طعاما، هذا ابن السبيل في المدن وفي غيرها ابن سبيل. أما الذي معه نقود وهو في مدينة وفيها كل مرافق الحياة هذا لا تجب ضيافته، وإنما إذا أردت أن تضيفها من باب الإحسان والمروءة فلا بأس. نعم. لما ذكر اتصافهم بالصفات الطيبة والأخلاق الكريمة ذكر أنهم يبتعدون عن الصفات الذميمة المضادة لهذه الصفات الكريمة، ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر هو التعاظم بالأنساب أو بالعلم أو بالمال، إذا فالواجب عليه أن يشكر الله على هذه النعم وأن لا تزيد هذه النعم إلا تواضعا واعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إذا حملته على التفاخر والتعاظم على الناس فهذا مذموم، لا سيما الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب، فهما من أمور الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفخر هذا منهي عنه لأنه يبعث على قار الناس وإعجاب الإنسان بنفسه. والخيلاء الكبر، الخيلاء معناه الكبر، إنه يتكبر على الناس أو إنه يعجب بنفسه أو بملابسه أو بسيارته فيختال على الناس. الواجب أن يشكر الله عز وجل وأن يتواضع، بدل أن قالت سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالواجب على المسلم التواضع والسكينة ولين الجانب وأن لا تزيده النعم إلا شكرا لله وتواضعا. نعم. والبغي، البغي معناه التعدي على الناس، البغي معناه التعدي على الناس بالنفس أو بالمال أو بالعرض، هذا بغي وهو من كبائر الذنوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالبغي من قبائح الذنوب وهو التعدي على الناس بغير حق. الإنسان يكف يده ويكف لسانه، يكف يده ويكف لسانه عن الناس فلا يبغي عليهم ولا يتعدى عليهم بغير حق. نعم. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، والاستطالة على الخلق بأن يؤذي الناس، بأن يؤذي الناس ويتكبر عليهم ويرى أن له فضلا عليهم، هذا من الاستطالة، يرى أنه أطول من غيره وأرفع من غيره، هناك ما هو أطول منك وأعظم منك وهو الجبال. إنك لن تبلغ الأرض، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا،
أنت مخلوق ضعيف، لو فكرت في نفسك وجدتك مخلوقا ضعيفا، كيف تتكبر وأنت مخلوق ضعيف أو تستطيل على الناس بالأذى القولي أو الفعلي؟ نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق، كل خلق جميل وكريم يأمرون به، هذه قاعدة عامة. بعد أن ذكر التفاصيل والأمثلة أجمل، فقال يأمرون بمعالي الأخلاق، يعني كل خلق جميل كل خلق كريم يأمرون به، وينهون عن سفسافها أو سفاسفها. والسفساف هو الشيء السافل الساقط، فالأمور الساقطة من الأخلاق ينهون عنها، ينهون عن كل خلق ذميم، الكذب والغيبة، هذه من السفاسف والأمور والغيبة والنميمة وفعل الأشياء غير اللائقة، التمسخر بالناس، الضحك، كل هذا من سفاسف الأمور التي يحتقرك الناس بسببها. كذلك الأشياء التافهة، إن الإنسان المسلم يشتغل بالأمور التافهة كأمور الرياضة وأمور الفن اللي يسمونها الفن أو الرياضة المبالغة في ذلك، وإن ما يصير لحرفة ولا مهنة إلا هذه الأمور، هذه من السفاسف. كونك تمضي عمرك ووقتك كله بالفن والرياضة أو ما أشبه ذلك، هذا من إضاعة الوقت وإضاعة العمر. نعم، لو تأخذ من هذه الأمور بعض الشيء الذي لا يجرح لا بأس، لكن إنك تعرف بهذا الشيء، إنك مغني، إنك رياضي لاعب كرة، إنك 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 مصور فنان التصوير والفنون التشكيلية، هذه مهنك، هذا من السفاسف. أنت مؤمن أكرم على الله من أنك تشتغل بهذه الأمور. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. نعم، كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا الذي ذكره الشيخ، الذي هو الاتصاف بهذه الصفات الجميلة والتخلي عن هذه الصفات الرذيلة، كل ما أخذ من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة تضمنا كل ما يحتاج إليه البشر وكل ما يصلح البشر في دينهم ودنياهم وآخرتهم. الكتاب والسنة كفيلان بكل هذه الأمور، فمن أراد أن يعرف هذه الأشياء وعلى التفصيل فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، يرجع إلى الأوامر التي في كتاب الله والأوامر التي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المناهي النواهي التي في كتاب الله والنواهي التي فيه سنة الرسول. فلا تجد أن الله ورسوله يأمران إلا بالخير والشرف والكرامة، ولا تجد أن الله ينهى أو رسوله ينهى إلا عن الشر والسفاسف. نعم. وطريقته هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. منهجهم هو الكتاب والسنة، وطريقتهم الإسلام، هذه صفات أهل السنة والجماعة، طريقتهم الإسلام، فهم يتصفون بالإسلام بكل ما يتطلبه الإسلام، ومنهجهم ومرجعهم ومصدرهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرجعون إلى قول فلان أو علان أو إلى عادة البلد الفلاني أو الدولة الفلانية أو عادة الآباء والأجداد، وإنما يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون بدين الإسلام. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: ثم كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار متمسكون بالإسلام المعنى الخالص عن الشوق والجماعة. أشرنا إلى أن المسلمين في الصدر الأول والقرون المفضلة كانت هذه صفاتهم، مرجعهم الكتاب والسنة،
وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث افتراق بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه. صاروا متمسكون بالإسلام المعبد الخالص عن الشوق والجماعة. أشرنا إلى أن المسلمين في الصدر الأول والقرون المفضلة كانت هذه صفاتهم، كانت هذه صفاتهم، مرجعهم الكتاب والسنة وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث افتراق بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه الصدر الأول إلا أهل السنة والجماعة، فرقة واحدة، فرقة واحدة من 73 فرقة، 73 فرقة تفترق في الإسلام كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو طريق النجاة من الفتن والسلامة من الفرق الضالة. فالذي يريد النجاة فإنه يبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لما سئل عن هذه الفرقة قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الضابط. أما الذهاب مع فلان أو مع الفرقة الفلانية أو مع المنهج الفلاني أو مع الجماعة الفلانية، هذه كلها فرق ضلال. نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. في أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، هذه الفرقة فيها الخير كله، فيها الخير كله، فيهم الصديقون، والصديقون جمع صديق وهو كثير الصدق والتصديق الذي لا يعرف الكذب وليس عنده كذب، هذا هو الصديق. وأول صديق في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي لقب بالصديق، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صديق. والشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هؤلاء هم في هذه الفرقة في هذه الأمة. والصالحون وهم سائر المسلمين، سائر المسلمين المستقيمين على دين الله. فهذه طبقات هذه الأمة، أعلاها الصديقون، الصديقون بعد الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فجعل الصديقين بعد الأنبياء في المرتبة، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فالصديق دون النبي وفوق الشهيد، الصديق أفضل من الشهيد لأن الله رفعه وذكره قبل الشهداء، وهم في هذه الأمة وفي هذه الفرقة الناجية، فهذا من مزاياه. نعم. ومنهم أعلام الهدى وأصابيح الدجى. ومنهم العلماء، منهم العلماء الربانيون في هذه الأمة وهذه الفرقة الناجية، العلماء الربانيون الراسخون في العلم سموا بالأعلام، العلماء يسمون بالأعلام، والأعلام في الأصل الجبال، وله المنشآت في البحر كالأعلام، يعني الجبال، السفن في البحر أو المراكب في البحر تشبه الجبال، شبهها الله بالأعلام وهي الجبال. والشاعر يقول: كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل في رأسه نار بالليل يهتدي به السائرون والذين يريدون القرى والضياء. شبه العلماء بالأعلام لأنهم يقتدى بهم كما يقتدى بالجبال في الطرقات،
كما يقتدى بالجبال في الطرقات، فالذي يسير في الطريق يعرف الطريق بالجبال، يعرف الاتجاه بالجبال. كذلك العلماء هم الجبال الذين يهتدى بهم. وفي هذه الأمة ولله الحمد من هؤلاء العدد الكثير من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وغيرهم من الأعلام الذين شهدت الأمة بفضلهم ومكانتهم، بل شهدت جميع الأمم بفضلهم، البخاري ومسلم، شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه بن كثير بن القيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى غير ذلك من أعلام الهدى في سائر الأمصار في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها، أظهر الله من الأعلام. إذا أردت أن تعرف ذلك راجع كتب التاريخ، كتب التراجم، شف عظمة الرجال، إيش السبب الذي جعلهم هكذا؟ أليس هو الإسلام؟ أليس هو الكتاب والسنة؟ أليس هو التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يكاد الإنسان يصدق إذا قرأ ترجمة واحد من هؤلاء ما له من الآثار والفضائل والمؤلفات والعلم، لولا أن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لعلماء هذه الأمة، وذلك بفضل اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرهم على نهجهم. ما في الأمم مثلهم، ما في الأمم علماء مثل علماء هذه الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعلام في أخلاقهم وفي سيرتهم وفي علمهم وفي عبادتهم وفي زهدهم وفي جهادهم وفي دعوتهم، من أي اعتبار نظرت وجدت العظمة في هؤلاء. هذه مفخرة لهذا الإسلام ومفخرة لهذا الدين، لأنه هو الذي نشأهم وهو الذي أثر عليهم حتى صاروا هكذا. نعم. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح التجار. أعلام الهدى يعني الذين يهتدي بهم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالنجوم، شبههم بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، هؤلاء العلماء. ومصابيح الدجى، الدجى الظلمة، المصابيح السرج، فهؤلاء سرج في الظلام، ظلام الضلالات والكفريات، يسطعون في هذه الظلمات فيبينونها ويدجونها للناس. والله شبه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كذلك أتباعه من هؤلاء العلماء هم سرج ينيرون للناس الطريق ويهدونهم إلى الجنة. فبدون العلماء تهلك الأمة، ولكن الله برحمته أوجد ولا يزال يوجد في هذه الأمة من العلماء من تقوم به الحجة ويدعو إلى صراط الله المستقيم، وهذا فضل الله على هذه الأمة. منهم أعلام الهدى ومصابيح التجى والمناقب المعثورة والفضائل المذكورة. نعم، إذا أردت أن تعرف مناقبهم وفضائلهم راجع تراجمهم في كتب التاريخ والسير، تجد العجب العجاب. والمطالعة في هذه الكتب فيها فائدة عظيمة، أن الإنسان يتعرف عليهم ويقتدي بهم ويتأثر بهم. طالع هذه الكتب، أعني كتب سير العلماء وتراجمهم، وفي مطالعة تراجم هؤلاء فائدة عظيمة أيضا، وهي أن الإنسان يعرف كيف يطلب العلم. لأن يعني بعض الناس الآن عنده رغبة في طلب العلم لكن ما يعرف ايش الطريق التي يسير عليها، فإذا طالع في تراجم هؤلاء العلماء عرف كيف يطلب العلم، ينظر كيف نشأوا وكيف طلبوا العلم وكيف تدرجوا وكيف تأدبوا مع معلميهم وأخذوا عنهم العلم وكيف صبروا. فطالب العلم يستفيد هذه الفائدة العظيمة، وهي كيف يطلب العلم كما طلبوه هم. نعم.
وفيهم الأبدال. الأبدال جمع بدل بالكسر أو بدل بالفتح، بدل وأبدال أو بدل وأبدال. المراد بالأبدال الأولياء، الأولياء المتقون، العلم والعمل والاستقامة، سموا بالأبدال لأنهم كلما مات واحد منهم بدله جاء بدله آخر، سموا بالأبدال. أو سموا بالأبدال لأنهم يبدلون السيئات بالحسنات بالتوبة إلى الله عز وجل، فيبدلون السيئات بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيأتون بدل السيئات بأعمال صالحة تمحوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. هؤلاء موجودون في هذه الأمة، العباد الأتقياء الأولياء الصالحون موجودون في هذه الأمة أيضا. نعم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، مثل الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم مدارس فقهية سنية تدرس ولله الحمد في مشارق الأرض ومغاربها، هذه شهادة لهم. أجمع المسلمون على عدالة هؤلاء الأئمة الأربعة وأقبلوا على مذاهبهم، وليس معنى ذلك أنهم يقلدون في كل شيء وأن يؤخذ بأقوالهم مطلقة، لكن هم أقرب إلى الحق وأكثر في الفقه وأكثر في المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله، لكن إذا خالف قول أحد منهم واجتهاده نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله فإنه لا يؤخذ بقوله، ولكن هو يعذر، له عذره، إما لأنه لم يبلغه الدليل، أو أنه بلغه ولم يصح عنده، أو أنه رأى أن الدليل يحتمل معنى آخر، أو أنه منسوخ اطلع على أنه منسوخ وغيره ما اطلع على ذلك، فلهم أعذارهم رحمهم الله. ومن أراد أن يعرف مجمل هذه الأعذار باختصار فليراجع رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام بن تيمية. فهؤلاء يجمع المسلمون على عدالتهم وعلى فقههم وعلى صلاحهم، ولذلك انتفعوا بعلمهم واستفادوا منه، وليس معنى ذلك أننا نأخذ أقوالهم أن على أنها شريعة منزلة، بل نأخذها على أنها فقه مأخوذ من الكتاب والسنة، فإن وافق الحمد لله، وإن خالف وقل ما يخالف فإننا نترك المخالفة ونأخذ بالصواب، ولا نتقيد بمذهب أحمد أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، بل نأخذ ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. فالحنبلي يمكن يأخذ بقول الشافعي إذا صار الدليل مع الشافعي، الشافعي يأخذ بقول الحنفي إذا كان الدليل مع الحنفي، وهكذا. إنما يستفيدون من هذا الفقه طريقة التفقه وطريقة الاستنباط وتفسير النصوص، يستفيدون هذه الأمور، وإلا فهم ليسوا معصومين، وهم يحذرون من أن يؤخذ بأقوالهم بدون عرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر في هذا طرفان ووسط، طرف يحارب الأخذ بأقوال الفقهاء ويدعو إلى الاجتهاد، والاجتهاد الآن وين الاجتهاد؟ وين الناس اللي عندهم قدرة الاجتهاد؟ الطرف الثاني من يبالغ في أخذ أقوال الفقهاء ويعتبرها نصاً كأنها نص من كتاب الله ولا يحيد عنها، وهذه مبالغة لا تجوز. الوسط هم الذين ينتفعون بكلام أهل العلم ويستفيدون منه، لكن لا يأخذون إلا ما قام عليه الدليل ووضحت حجته، هذا هو، هؤلاء هم الوسط، لا إفراط ولا تفريط. نعم. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال، يعني ستبقى طائفة
على الحق. مهما طال الزمان، تأخر الزمان، ومهما كثرت الفتن، فإن الله لا بد أن يغرس لهذا الدين غرسا يبقي هذا الدين بهم، يدعون إليه ويقيمون الحجة به على الخلق. وقد يقلون وقد يكثرون، ليس لهم مكان معين ولا زمان معين، قد يوجد في هذا البلد، يوجد في بلد آخر، وقد يكونون جماعة، وقد يكون واحدا فقط في الدنيا، وقد يكونون عددا قليلا، إلا أنهم هم الطائفة. فالطائفة هي من كان على الحق، سواء كانوا قليلين أو كثيرين. حتى الواحد إذا كان على الحق يقال له الطائفة المنصورة، ومعنى منصورة يدل على أن هناك من ينازعهم، وهناك من يشاقهم ويحاربهم كما هو واقع الآن، لكن ينصرهم الله جل وعلا، ينصرهم بالسيف والسنان، وينصرهم بالحجة والبيان على من عاداهم. نعم. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين. نسأل الله. هذه دعوة صالحة من هذا الإمام الجليل في ختام هذه الرسالة، أن يجعلنا الله من هؤلاء الطائفة المنصورة. نعم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وهذه أيضا دعوة عظيمة. الإنسان لا يغتر بعلمه وعمله، ولا يأمن من الزيغ والانحراف. كم انحرف وكم زاغ وكم ضل ممن كانوا صالحين وكانوا مستقيمين، لكن ابتلوا بالزيغ والضلال. فالإنسان لا يأمن، دائما يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. هذا دعاء الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا من دعائه: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خافوا على أنفسهم، لأن الله ذكر أهل الزيغ قبلهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. الراسخون في العلم مع رسوخهم خافوا على أنفسهم أن يزيغوا مثل أولئك، فدعوا الله عز وجل أن يثبتهم. نعم. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. هذا من تمام دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء عظيم لرب كريم سبحانه وتعالى، لقنه عباده ليدعو به حتى يجيبهم. نعم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم الرسالة كما بدأها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، جاهد في الله حق جهاده وأكمل الله به الدين، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمة إلى يوم يبعثون. الحمد لله رب العالمين.